المستقبلية لن تخاض بالأسلحة التقليدية، وحسمها لن يتوقف على القنابل الذكية بل على برامج فتاكة بإمكانها تعطيل أجهزة التحكم الإلكترونية التي تدير الأسلحة والمطارات وحتى مراكز القيادة. فأين نحن من هذا التطور الرهيب الذي يشهده العالم؟ دعونا نتابع في هذا التقرير. إمكانية شن هجمات عبر الإنترنت لشل دول أو منظمات وتخريب منظومات معلوماتية كاملة بات واقعا يؤرق الحكومات المختلفة حول العالم. تحتل الولايات المتحدة الأمريكية مقدم هذه الدول، إذ أنها الأكثر تعرضا لهذا النوع من الحروب الإلكترونية. فنظام البنتاغون المعلوماتي يتعرض لنحو 60,000 هجمة يوميا، حيث كلف إصلاح أضرارها خلال النصف الأول من العام الماضي 100 مليون دولار. هذا بالذات ما دفع وزارة الدفاع الأمريكية إلى إنشاء قيادة الإنترنت العسكرية بميزانية 120 مليون دولار أمريكي بقيادة الجنرال كيث ألكسندر قائد قيادة التكنولوجيا في البنتاغون، وزيادة عدد خبراء الكمبيوتر العاملين فيها إلى 4 أضعاف ما كان عليه سابقا، فهو يتراوح حاليا ما بين 10,000 و15,000. كل هذه الإجراءات والتكاليف لأن الولايات المتحدة تخشى فعلا من سيناريو كارثي يؤدي إلى تعطيل شبكة الكهرباء بشكل كامل عن طريق الهجمات الإلكترونية. هذا السيناريو ليس محض افتراض بل هو واقع حقيقي بحسب بعض الخبراء الذين يقدرون أن هناك حوالي 140 دولة تشن حروبا إلكترونية على بعضها البعض وتعد لأجل ذلك جيوشا حقيقية من العاملين في المعلوماتية لتحقيق أهدافها. الصين على سبيل المثال لديها 250,000 متخصص ينصب اهتمامهم الرئيس على هذا النوع من الحروب. ماريا شحادة، MBC. معنا هنا في الاستوديو خبير التقنيات الدكتور معتز كوكش. مساء الخير وكل عام وانت بخير. وانت بخير نيكول. يبدو انه في 140 دولة في العالم تشن حروبا الكترونية، هل دولنا العربية دخل بهذه الحروب؟ نحن بنعرف انه نحن دائما مصدر الحروب. نعم، هي الحروب الإلكترونية عادة تشن بدافع المنافسة أو بدافع الخلافات. طبعا إحنا الدول العربية عم نشوف في بعض الدول وخاصة في منطقة الخليج هذه الدول ابتدت على تقدم التكنولوجيا. طبعا بنظر أن كل ما زاد تقدم التكنولوجيا كل ما كانت هذه الدول عرضة للحرب الإلكترونية، وليست بالضرورة أن تكون من قبل دول أخرى، قد تكون من قبل المؤسسات أو منظمات مثلا تطمح من قبل المنافسة أن تشن هجمات إلكترونية على شركات أخرى مقابلة لها. طيب نعم، سمعنا في التقرير بعض التفسيرات عن الحرب الإلكترونية، ريت بتفصل لنا إياها بطريقة موجزة واضحة أكثر لو سمحت. نعم، الحرب الإلكترونية طبعا هي عملية الدخول إلى أي منظومة إلكترونية. طبعا نحن بنعرف أن كل المنشآت الحيوية اللي عندنا في الدول مثل المطارات، مثل محطات القطارات، مثل منشآت الكهرباء والمياه أو حتى المفاعلات النووية، جميعها تعمل بمؤسسات العسكرية، والمؤسسات العسكرية أيضا جميعها تعمل في الكمبيوتر أو تعمل على منظومة إلكترونية. أي عملية محاولة للدخول لهذه الأنظمة وتعطيلها تعتبر هذه أسلوب الحرب الإلكترونية. إذا خسائرها كارثية، يعني أعظم من الحروب التقليدية. نعم، قد تكون أيضا خسائرها دموية بشدة أو كارثية. يعني إحنا على سبيل المثال لو تم تعطيل مثلا محطات كهرباء، قد مثلا الدخول إلى أنظمة التحكم في تلك المحطات وتعطيلها قد يؤدي إلى انفجارها وبالتالي حدوث كوارث بشرية في نفس الإطار. معتز، نعرف إنه أمريكا زادت 4 أضعاف الخبراء في الدفاع الإلكتروني عندها، وربع مليون جندت الصين في هذا المجال. هذا أين نحن العرب من كل هذه التطورات والتجنيد الإلكتروني؟ هل نحن بالمستوى المطلوب أو؟ نعم، لكن للأسف في تفاوت شديد صار في بعض الدول العربية. مثلا على سبيل المثال خلينا نأخذ المثال من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية. صار عم نشوف في قوانين، بنشوف في أقسام لمكافحة الحرب الإلكترونية أو الجريمة الإلكترونية. صار نشوف مختبرات مجهزة، مختبرات تقنية مجهزة للرد على أي محاولة هجوم إلكتروني. لكن برجع بحكي انه في بالنهايه في تفاوت شديد بين الدول. في بعض الدول العربيه لا تعترف اصلا في مبدا ايش اسمه الهجوم الالكتروني او الحرب الالكترونيه او الجريمه الالكترونيه.
يعني قلت لي المملكة العربية السعودية هي ربما هي الأفضل في هذا المجال حتى الآن بين الدول العربية. نعم. الإمارات. الإمارات أيضا نفس الشيء، عندهم في أقسام، صرنا بنشوف في أقسام للجريمة الإلكترونية، مختبرات مجهزة أيضا لمكافحة الحرب الإلكترونية والجريمة الإلكترونية. وعندكم بالأردن؟ ما زال في تفاوت في الموضوع، في يعني بداية في بعض الدول الشرق الأوسط في بداية تكوين تلك الأنظمة، لكن في بعض الدول لم تصل حتى إلى معرفة منظومة الدفاع الإلكتروني. شكرا جزيلا لك معتز كوكش الدكتور والخبير في الإلكترونيات، شكرا.